التنوع والتركيز على دخول خط منطقة الجزاء، الثقة. واحد زي كريم فؤاد النهارده يعني بيكرر نفسه. لو جبت ممكن هيبقى سؤالي التاني، ايه رايك في توظيف كريم فؤاد؟ عمل جونين وجاب جونين وضيع التالت او لم يحتسب التالت، عامل شغل كويس مع توظيف جديد لكريم اللي احنا كنا جايبينه اصلا يلعب في الباك رايت او الباك ليفت. انت كنت جايبه اصلا من المكان ده ومن المركز ده، اوكي. كان هو بيلعب فين؟ في نفس المكان ده، وخد عينيك في المكان ده، اوكي. وفي التنفيذ ده، وفي الفينش ده. لكن دخوله منتخب مصر على ما اعتقد اسلام اداله ثقه كبيره جدا طبعا، اداله دفعه قويه جدا انه مش مركون او مش تحت الاختبار او التقييم لسه. لا، انا حسيت ان هو عنده نزعه ان انا عندي كوره وعندي اداء، والفرقه لما بتبقى كويسه اعتقد كل لعيبه بتبقى كويسه.